هناك إثارة في فيلتينس أرينا، هناك ركنية أرون هولت لفيردر بريمن. هدف التعادل كاد يكون. نتابع معكم يعني هذه الصور مباشرة من فيلتينس أرينا، وصافر ركنية أرون هولت. هناك سبعة لاعبين من بريمن، وجبري سيلاسية يبدو بالرجلة اليمنى، وعلى الخط أبعدها لويس هولتبي. فعلا كانت في القائم الأول من جبري سيلاسي وهولتبي في شكل مدافع.